وانا اليوم نقدر نقول لك باللي بالنسبه للفتره الاولى هذه تاع البطوله انا غير راضي على التحكيم اللي قمنا به يعني منذ انطلاقه الموسم. حتى ولو كاين خلل لان كاين غلطات كثيره ويعني متعدده. الحل وهو اولا نكونوا صارمين في القرارات نتاعنا لما نعاقبوا الحكام اللي نظنوا بانهم يقوموا بغلطات يعني غير مقبوله وخاصه مقصوده. ما نقدرش نقول لك مقصوده، انا نقول دائما غلطات. يعني انتظروا باش يعني العقوبات في المرحله الثانيه نتاع البطوله راح تكون اكثر صرامه حتى ولو نكملوا البطوله بالشبان.